بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس اللغة العربية في الصف الثالث الابتدائي، ونكمل تدريبات درس ما أجمل العمل. سنتجه الآن إلى صفحة 88 للأداء القرائي. عندي ثلاث مقاطع. المقطع الأول يتضمن بعض الكلمات التي تعرفنا على معناها والتي عرفنا ضدها. فالكلمة الأولى فيها هي الكائنات، وعرفنا أن معنى الكائنات هي المخلوقات، ومفرد الكائنات كائن. والكلمة الثانية القوت، ومعناها الطعام أو الغذاء. كلمة أخرى ألا وهي تخزنه، أي تحفظه. أما كلمة ميسر فعرفنا أن ضدها معسر. المقطع الثاني يتضمن قراءة معبرة لمقطع من الدرس. المقطع الثالث يشتمل على كلمات بها حرف مشدد أو مضعف. معنى مضعف أن الحرف حرفين، حرف الأول، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وعرفنا النشيد، الحرف الأول ساكن بردان والثاني متحرك كالبركان. نقرأ. سند، جزاك الله خيرا. الصفر الثاني. خالد، حقا يا عمي، فما أجمل العمل، وسأحرص إن شاء الله على أن أكون في المستقبل عاملا نافعا لديني ووطني. أحسنت، جزاك الله خيرا. أما التدريب أو التدريبات الأخرى فهي بها تراكيب لغوية أو التراكيب اللغوية، فسنستخرج من الدرس ما يلي. أربع كلمات تحوي مدا بالياء، وعرفنا أن المد بالياء لابد أن يكون الحرف الممدود تحته كسرة. انظر، قريب قريب، مد بالياء، أما الحرف الممدود فهو الراء تحته كسرة، وحرف المد هو الياء. يجيء العصافير، وطني. تدريب آخر، أربع كلمات تحوي مدا بالألف، وعرفنا أن المد بالألف لا بد أن يسبقه فتحة، لابد أن تسبقه إيه؟ فتحة. خالد، نشاط، طعام، قال. أحسن، أربع كلمات تحوي مدا بالواو، تغدو، تروح، القوت، نكون. مد بالواو لابد أن يكون الحرف الممدود عليه ضم. أربع كلمات تحوي حرفا مضعفا في آخر الكلمة، ثم، ظل، بني، أقل. أربع كلمات تحوي حرفا مضعفا في وسط الكلمة، يتأمله، سلم، عماه، حثنا. سنتم، جزاكم الله خيرا. هذا تدريب
يحل في الكتاب، ولا بد من متابعة الايه الفيديو. استخرج من النص كلمات تحوي مقاطع ساكنة ثم أحللها وفق المثال الآتي: حق، لن. عرفنا أن التحليل بيكون مقاطع صوتية بنوقف فيها عند الساكن وعند المد، لأن المد أيضا إيه؟ ساكن. حق، لن. حق، لن. تمام. ها، بمحراته، ونحللها: تغدو، تغدو، تتعب، تتعب، انظر، انظر. يحل أيضا هذا التدريب في الكتاب ويرسل على الموقع، وجزاكم الله خيرا. التدريب الآخر: أكمل الجمل الآتية بكلمات تبدأ بهمزة وصل. وعرفنا أن همزة الوصل هي ألف لا همزة عليها، تنطق في أول الكلمة وتسقط إذا وصلت بما قبلها. ابتسم، ابتسم، ابتسم الفلاح وأخذ بيد خالد وجلس في ظل شجرة. وانظر، سقطت الهمزة بالوسط، وانظر نطقت هنا، ابتسم، أما هنا وانظر فسقطت لأنها همزة وصل. وانظر إلى تلك النحلة تتنقل بين الأزهار، أيضا هنا همزة وصل في الأول، هذه هي همزة ال، همزة إيه؟ وصل. التدريب الآخر: أكمل الجمل الآتية بكلمات بها همزة متوسطة. وعرفنا أن الهمزة المتوسطة تكون في وسط الكلمة وتكتب أو ترسم تبعا لحركتها وحركة الحرف السابق لها، تبعا لأقوى الإيه؟ الحركات كما تعلمنا. اقترب الفلاح، أو اقترب خالد من الفلاح وراح يتأمله، يتأمله، ثم سلم عليه. يجب ألا نكون أقل من هذه الكائنات عملا ونشاطا. هنا همزة على ألف، رسمت على ألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. لاحظ، هذه عليها فتحة الهمزة، أما التاء فعليها فتحة. هنا الهمزة مكسورة أو تحتها كسرة، فإذا كانت الهمزة مكسورة تكتب دائما على كرسي أو على نبرة. تمام؟ التدريب الآخر هو: أكمل ما يأتي بكلمات تحوي تنوين كسر على نمط المثال الأول. طعام، الإجابة: حقل، قريب، بجد، ونشاط. التدريب الآخر: أكمل ما يأتي بكلمات مبدوءة بهمزة قطع على نمط المثال الأول. همزة القطع هي ألف عليها ألف عليها همزة أو تحتها همزة. أعشاشها، أعشاشها، الإجابة: ألا، أجمل، أكون، أن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه كانت الإجابات إلى صفحة
وتسعين، وسيرسل أيضا أوراق عمل إلكترونية تجيب عنها وترسلها مرة أخرى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.